بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح ليكتشر 1 من كورس بزنس انتليجنس، وهنبدا في البدايه كده نعرف يعني ايه بزنس انتليجنس. بزنس انتليجنس هي سيت اوف تولز ذات تيرن داتا انتو بزنس انسايتس او مينينجفول انفورميشن او اكشنبل انفورميشن. طب يعني ايه مجموعه من التولز بتحول الداتا لبزنس انسايتس او مينينجفول انفورميشن؟ هنحكي حكايه كده، ومن خلال الحكايه دي ان شاء الله هنفهم يعني ايه بزنس انتليجنس. انا دلوقتي مثلا عندي سيستم اي كوميرس، تمام؟ سيستم اي كوميرس اللي هو زي امازون او مين، تمام؟ وبيحصل كل يوم مجموعه من الاوردر، تمام. انا جيت دلوقتي مثلا عد الربع الاولاني من 2024، فانا عايز اعرف ايه التوتال السيلز اللي انا حققتها في الربع الاولاني ده، تمام؟ اللي هو بتاع شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4، تمام؟ انا دلوقتي ايه الداتا اللي موجوده عندي او ايه المعلومات اللي عندي عشان اعرف التوتال سيلز بتاعت ايه الفيرست كوارتر اوف 2024، تمام؟ عندي الداتا اللي عندي مثلا تيبل اوردرز، ماشي؟ التيبل اوردرز ده فيه الاتريبيوت اللي هو التوتال برايس والديت، تمام. فما عنديش غير دول. هل بقى همسك مثلا التوتال برايس بتاع كل اوردر واشوف الديت بتاعه؟ هو مثلا لو في خلال من فتره 20 شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 وشهر 4 واجمعهم، طبعا الطريقه دي مش عمليه ومكلفه جدا، تمام؟ وغير مثلا ان انا لو عايز اعرف ايه المبيعات اللي حققتها في اخر 5 سنين، تمام؟ مش هعرف اقعد اجمع، لا، لازم يكون عندي حاجه بتطلع لي المعلومه دي، التوتال سيلز بتاعت ايه اخر 5 سنين. طب تمام. فظهر مصطلح البيزنس انتليجنس. هو البيزنس انتليجنس هو اللي هيساعدنا ان هو يجيب لنا المعلومات دي. يعني انا دلوقتي عندي الداتا اللي هو مثلا تيبل اوردرز، عندي مثلا التوتال برايس والديت، تمام؟ فدي الداتا انا عايز احولها بقى لانفورميشن. انفورميشن ان انا مثلا ايه التوتال سيل مثلا في اخر 5 سنين كان مثلا 1,000,000 جنيه، تمام؟ فده هو الانفورميشن او المينجفول انفورميشن. المينجفول انفورميشن ده هو اللي هيساعد المانجر ان هم ياخدوا ديزيشن بناء على الانفورميشن دي، تمام؟ عشان يحسنوا البيزنس بتاعهم، تمام؟ يعني بيقول لك ان البيزنس انتليجنس بيساعد في عمليه الديزيشن ميكنج، وخلي بالك هو بيساعد في العمليه دي بس مش بياخد الديزيشنز، هو بيساعد في العمليه دي. اللي بياخد الديزيشنز هم المانجرز، تمام؟ اللي بياخد الديزيشنز هم المانجر. طب تمام. طب انا دلوقتي عشان ايه الخطوات اللي انا عشان احول الداتا لبزنس انسايتس او مينينجفول انفورميشن؟ اول حاجه ان انا لازم اجمع الداتا اللي عندي دي اللي هي في الداتابيز مثلا، اجمعها في مكان واحد، تمام؟ اعمل لها انتجريشن، اعمل حاجه اسمها داتا انتجريشن. طب في المكان الواحد ده اعمل لها انتجريشن فين؟ في مكان كبير كده، هو اعتبره ان هو اكبر من الداتا بيز لغايه لما نشرحه، الداتا وير هاوس، تمام؟ هو يعتبره دلوقتي ان هو مكان كبير، تمام؟ اكبر من الداتا بيز، تمام. ولكن طبعا في اختلافات كبيره ما بينه وما بين ايه الداتا بيز، واحنا هنشرح الكلام ده. طب تمام. انا رحت مجمعت الداتا دي في مكان واحد اللي هو الداتا وير هاوس. بعد ما جمعت الداتا دي بعمل عليها حاجه اسمها داتا اناليسيس. بعد ما بعمل الداتا اناليسيس دي عشان احول الداتا لمينينجفول انفورميشن، تمام؟ بعد ما حولت طلعت الانفورميشن اللي عندي، ببدا ان انا اعرضها بشكل داشبورد او ريبورت. يعني ايه بشكل داشبورد او ريبورت؟ يعني انا دلوقتي مثلا، يعني استنى كده هجيب لكم داشبورد تشوفوها. دي شكل الداشبورد، تمام؟ انا بعد ما عملت الداتا اناليسز بدا ان انا يظهر عندي المعلومات دي، ان انا مثلا حققت مبيعات توتال سيلز مثلا في خلال مثلا اخر 5 سنين مثلا ب 32,000 دولار، تمام؟ حققت مثلا من خلال الاونلاين 15,000 دولار، من خلال السوشيال ميديا مثلا 9,000 دولار، تمام؟ وبرده ان انا مثلا جيت حققت مثلا اكتر منتج انا بعته اللي هو مثلا اللي هو ماكسيمز ده، تمام؟ حققت منه توتال سيلز مثلا ب 2000 دولار ولا ب 3,000 دولار، تمام؟ فده البيزنس انتليجنس هي اللي ساعدتني ان انا اوصل للشكل ده. ما هو انا دلوقتي انا مش الشكل ده، انا كده خلاص انا بقى عندي خطه واضحه، او بقى كده يعني انا كده هعرف ان انا اخد ديزيشنز. ما هو انا دلوقتي غير ان انا كان عندي داتا في داتابيز عباره عن ارقام بس، ما بقاش فاهم اي حاجه غير الشكل ده. الشكل ده لا، هيساعدني ان انا اخد ديزيشنز او ان انا اتنبأ، اعمل فوركاستنج، تمام؟ تمام. فهو انا دلوقتي خلاص انا جمعت الداتا في مكان واحد، وبعد كده بعمل عليها الداتا اناليسيس، تمام؟ بعد ما اعمل عليها الداتا اناليسيس ان انا بوصل للشكل ده عشان نبدا ان انا اخد ايه ديزيشن. فده بفضل طبعا البيزنس ايه انتليجنس، هو اللي بيساعدنا احنا نوصل للشكل ده وان احنا ناخد ايه ديزيشن. طب تمام. فبيقول لك هنا في التعريف ان البيزنس انتليجنس
هي الامبريلا تيرم اللي بتكومباين الاركتكتشر والتولز والداتا بيزز الاناليتيكال تول والابلكيشن اند الميثودولوجي. تمام، هي بتجمع مجموعه من التولز. التولز دي بقى مثلا عندك عشان احاول اعمل اللي هي الاناليتيكال تول دي، اللي هي الداشبورد، عشان اعمل داشبورد بستخدم حاجه اسمها باور بي اي، بستخدم التابلو. تمام، الداتا بيزز كمان اللي هي عشان الداتا سورس، انا اول حاجه ان انا بجمع الداتا اللي هي الداتا سورس، والداتا دي بجمعها مش لازم تكون من الداتا بيز بس، ممكن تكون من اكسل فايل، ممكن تكون من فلات فايل. تمام، مش لازم تكون الداتا بيز بس. تمام، الداتا سورس ممكن تكون كذا حاجه مش داتا بيز بس. تمام، والاناليتيكال تول زي قلنا زي الداشبورد، زي البار بي اي والتابلو، عشان نعمل داشبورد زي اللي احنا ايه شفناها دي. فبيقول لك ان الهدف بتاع البي اي ان هو يعمل انتر اكتف اكسس للداتا ويعمل لها مانيبيليشن، وبعد ما يعمل لها مانيبيليشن يخلي المانجرز ان هم يعملوا مع عليه، يعملوا عليها اناليسز علشان ياخدوا ايه ديسيشنز، يعملوا ديسيشنز. تمام، لان احنا قلنا ان البيزنس انتليجنس بيساعد في ايه، في عمليه الديسيشن ميكنج. تمام، فبيقول لك انا دلوقتي بعد انا ما حللت الهيستوريكال اند الكرنت داتا، تمام، الديسيشن ميكر بداوا ان هم ياخدوا فاليبل انسايت او مينينجفول انفورميشن، تمام، بتساعدهم ان هم ياخدوا ايه بيتر ديسيشن، ان هم ياخدوا بيتر ديسيشن. اكدنا ان اللي بياخد الديسيشنز هم المانجرز مش البيزنس انتليجنس، هو اللي بيديني الديسيشن، هو بيساعدني في الديسيشن ميكنج، بيطلع انفورميشن بتساعدني فيه. فبيقول لك ان عمليه البي اي ان هي بتحول الداتا الانفورميشن، وبعد ما بتحولها الانفورميشن المانجرز بيحولها الديسيشنز، وبعد كده الديسيشنز دي بتتحول لاكشن. تمام. طب بيقول لك ايه الاركتشر في البي اي؟ البي اي عنده فور ميجر كومبوننت. اول كومبوننت هو الداتا وير هاوس، قلنا الداتا وير هاوس ده هو مكان كبير، تمام، زي الداتا بيس بس مكان كبير، طبعا في اختلاف ما بينهم وهنشرح الحوار ده. تمام، انا دلوقتي بجمع الداتا بحطها في مكان واحد، لو عندي كذا داتا بيس، لان مثلا لو عندي سيستم كبير زي مثلا اي كوميرس ولا حاجه، بيبقى عندي كذا داتا بيس او عندي كذا داتا سورس، فانا بحطه في مكان واحد عشان اعرف اعمل عليه ايه الداتا اناليسيس دي، ان انا اوصل الانفورميشن. تمام. بعد كده تاني حاجه هي البيزنس اناليتيك، اللي هي الكولكشن اوف تولز اللي بتعمل لي اناليزنج للداتا ومانيبيليتنج للداتا، تمام، في الداتا وير هاوس. تمام، تالت حاجه هو البيزنس بيرفورمانس مانجمنت. بيزنس بيرفورمانس مانجمنت دي هو اللي بيراقب العمليات، او البيزنس اناليتكس هو اللي بيشوف هي البيرفورمانس بتاعتها كويسه ولا لا. تمام، بعد كده رابع حاجه خالص اللي هو الداشبورد، الداشبورد اللي احنا ايه شفناه. تمام، يبقى انا اول حاجه بجمع الداتا في الداتا وير هاوس، تمام، وبعد كده بعمل عليها اناليسيس، تمام، انا اوصل المينينج انفورميشن اعرضه عندي في ايه، في الداشبورد، عشان يبدا المانجرز ياخدوا ديسيجنز. تمام. فانا اهو الداتا سورس ازاي، الداتا سورس دي خلي بالك مش لازم تكون داتا بيس بس، ممكن تكون فايل او فلات فايل. تمام، فانا ايه الداتا سورس ازاي، بعد كده انا حطيتهم فين، عملت لهم اورجنايزنج وسمرايزنج وستاندرايزنج، حطيتهم فين في الداتا وير هاوس. بعد كده اوصل بقى لمرحله ان انا اعمل عليهم اناليسيس على الداتا اللي موجوده فين في الداتا وير هاوس دي. تمام، في نفس العمليتين دول شغالين، المانجرز بيراقب بيراقب العمليات اللي هي بتاعت الاناليسيس دي، بيشوف البرفورمانس بتاعتها كويسه ولا لا. وبعد كده بعد ما بخلص كل الثلاث عمليات دول، ببدا ان انا اعمل داشبورد او اعمل ريبورت. خلال الداشبورد او الريبورت دي يبدا ان هم المانجرز ياخدوا ديسيشنز تساعدهم ان هم يحسنوا البيزنس بتاعهم. طب تمام، بيقول لك ان الداتا وير هاوس هو لارج ريبوزيتوري اوف ويل اورجنايزد هيستوريكال داتا. الداتا وير هاوس بيبقى فيه الهيستوريكال داتا مش الكرنت داتا، يعني مثلا دلوقتي لو عندي داتا من 10 سنين تبقى موجوده في الداتا وير هاوس، صعب ان انت تلاقيها في الداتا بيز. تمام، فانا بنقلها فين من الداتا بيز او من الداتا سورسز اللي عندي، بيحطها في الداتا وير هاوس، لان مثلا بيبقى في مثلا دلوقتي ببقى عايز مثلا عايز اشوف ايه المبيعات بتاعتي اخر 10 سنين. تمام، فانا بروح مجمعها في مكان واحد في زي مخزن كبير كده، اشوف اعمل عليه اناليسيز بحيث ان انا ايه اشوف المبيعات بتاعتي اخر 10 سنين كانت ايه. تمام، بعد كده قلنا البيزنس اناليسيس اللي هي التولز اللي ايه بتقلب ترانسفورميشن اوف داتا انتو انفورميشن اند نولج. والبي بي ام، بي بي ام ده هو اللي بيعمل عمليه مونيتورنج للبرفورمانس بتاعه الايه
بتاعت العمليات الاناليسيس واليوزر انترفيس اللي هو الداش. طب تمام. بيقول لك بقى من خصائص البي اي ان هو يعمل ريبورت ديليفري تمام، ويعمل ريبورتنج اللي هو الداشبورد تمام. ان انا دلوقتي الداشبورد اللي احنا شفناها دي انا اشوف مثلا ايه اكتر منتج انا بعته، ايه مثلا الارباح بتاعتي في خلال مثلا اخر 5 سنين تمام. كمان الكيوب اناليسيس، الكيوب اناليسيس دي انا دلوقتي بيبقى عندي الداتا تمام، بيبقى موجوده في الداتا وير هاوس، بروح مدخلها على حاجه اسمها كيوب كده. بعمل دلوقتي من الداتا دي عايز مثلا اطلع اعمل حاجه اسمها اجريجيت او ميجر اللي هو يعني اقيس بيه الداتا دي. يعني ايه اقيس بيه الداتا دي؟ انا مثلا دلوقتي عايز اعرف ايه التوتال سيلز تمام. في الكيوب اناليسيس انا بعمل بروح عامل ميكاليه الميجر دي او الاجريجيت اجريجيت ده علشان اعرف اقيس بيه الداتا. ما انا لما عملت الميجر اللي هو التوتال سيلز ده هبدا ان انا ممكن اقيس التوتال سيلز ده مثلا بمنتج برودكت ايه، اشوف ايه التوتال سيلز بتاعته البرودكت بي. عايز مثلا اشوف التوتال سيلز مثلا اللي حققتها مثلا في شهر كذا تمام، في شهر واحد مثلا ايه التوتال سيلز اللي انا حققتها في شهر خمسه تمام. فده الكيوب اناليسيس. الكيوب اناليسيس بيبقى عامل كده، عامل كده اهو تمام. الكيوب اناليسيس ده انا ببدا ان انا بعمل مثلا بعمل هنا الميجر هنا تمام. انا مثلا عندي هنا برودكت ايه مثلا، برودكت ايه، وعندي هنا الميجر، وعندي هنا مثلا الديت مثلا شهر واحد مثلا. فهنا برودكت ايه مثلا حققت التوتال سيلز بتاعته كانت 100 جنيه مثلا في شهر ايه، شهر واحد تمام. فده انا كده ايه رحت مجمع الداتا كده ببعضها كده، عرفت اقيس التوتال سيلز وربطتهم ببرودكت بالبرودكت وبالديت تمام، بحيث ان انا اوصل لمين في الانفورميشن اشوف ايه مثلا اكتر منتج ببيعه في الصيف، فانا ابدا ان انا ازوده ازود من الكميه بتاعته في الصيف الجاي تمام. فده الايه الكيوب اناليسيس. انا بعد ما خزنت الكلام ده في الكيوب اناليسيس ببدا ان انا اعمل كويري حاجه اسمها اد هوك كويري علشان اعرف اعمل الريبورتس وايه والداشبورد. كمان الاستاتكسس والداتا مايننج، داتا مايننج ان انا بعمل فوركاستنج للداتا وهنتكلم عليها في اخر في اخر الكورس يعني ايه داتا مايننج. طب تمام. فمميزات طبعا البي اي ان هو طبعا دلوقتي فاستر وبيمبروف الديسيشن ميكنج، لان احنا قلنا ان هو بيحسن عمليه الديسيشن ميكنج بيساعد فيها. كمان بيمبروف الكاستمر سيرفيس تمام. انت دلوقتي بيبقى انت عارف الكاستمر سيرفيس مثلا محتاج ايه، ان انت بتزود له الاحتياجات او بتزود له هو مثلا المنتج مثلا بيشتريه مثلا معين، فان انت ان انت تزود المنتج ده وكمان بتزود ايه الارباح تمام. طب احنا دلوقتي ترانزاكشن بروسيسنج عندنا نوعين من البروسيسنج، ترانزاكشن واناليتيك. الترانزاكشن ده اللي هو الداتابيز العاديه خالص، ان انا دلوقتي مثلا بتاع ده بعمل اوردر، فروحت عملت الاوردر على الويب سايت، رحت متسجل عندي فين الداتابيز. فده ايه ترانزاكشن بروسيسنج سيستم اللي هو بيخزن الكرنت داتا تمام. او مثلا ان انا دلوقتي رحت اسحب فلوس مثلا من الاي تي ام تمام، فبتاع ده رحت سحبت الفلوس وبقى فراح البالانس راح ايه قال الاوتوماتيك اللي فين الداتابيز تمام. فده الايه دي العمليات اللي هي العاديه اللي بتاعت الداتابيز العاديه، زي ما قلت مثلا دخلت اشتريت عملت اوردر فراح متسجل عندي في الداتابيز تمام. او مثلا ان انا عندي حساب في البنك وسحبت فلوس فالحساب ده يبدا يقل تمام. فده الايه ده ترانزاكشن بروسيسنج سيستم. طب الترانزاكشن بروسيسنج سيستم ده اللي هو الاو ال تي بي، او ال تي بي تمام. الـ OLTP ده اللي هو الداتابيز العادية خالص تمام. اللي بيقول لك اهو الـ OLTP is term used for transaction systems that primarily responsible for capturing and storing data related to day to day day to day. خلي بالك من المصطلح ده قوي، day to day يعني هو بيخزن الداتا يوم بيوم. اما في الداتا وير هاوس او في الـ OLAB احنا بنخزن الداتا مثلا ايه اللي هي بتاعت الـ historical data مثلا بتاعت الـ 10 سنين بنروح حاطينها في الداتا وير هاوس تمام. اما الـ OLTP هو بيخزن الداتا day to day، زي ما مثلا قلت ان انت عملت اوردر او انت مثلا عملت لوجين او اللي هي الترانزاكشن العاديه اللي بنعملها في الداتابيس.
اما في الداتا وير هاوس لا، احنا بنخزن هيستوريكال داتا. الهيستوريكال داتا دي او العمليه دي اسمها اولاب سيستم، عشان نبدا ان احنا نعمل عليها اناليسز، نوصل لايه؟ لانفورميشن، نوصل لميننج فول انفورميشن. طب تمام. فبيقول لك هنا ان الاو ال تي بي بي اوتوميت الديلي بزنس ترانزاكشن، تمام، اللي هي الترانزاكشن اللي احنا بنعملها ايه يوميا، تمام. ولكن طبعا الاو ال تي بي ما بيساعدناش في حوار الاناليسز او ان احنا نوصل مثلا انفورميشن عشان نعرف نعمل الداشبورد ونخلي ان احنا ناخد ايه بوزيشن. اللي بيعمل كده هو الاولاب. الاولاب اللي هو الداتا وير هاوس، هو الداتا وير هاوس هنشرح بالتفصيل يعني ايه داتا وير هاوس. قلنا بنجمع الداتا وبنعمل عليها اناليسز علشان نوصل ايه انفورميشن. والداتا دي بتكون هيستوريكال مش كارنت داتا، بتكون هيستوريكال اند كارنت داتا، تمام. اما الاو ال تي بي بيبقى الكارنت داتا بس، تمام. فاللي بيعمل اناليسز هو الاو لاب مش الاو ال تي بي. ولكن طبعا الاو لاب والاو ال تي بي بيساعدوا او معتمدين على بعض. ليه؟ لان اصلا انا بجيب الداتا منين؟ بجيب الداتا من الاو ال تي بي سيستم، تمام، اللي هي بتاعت الداتا بيس العاديه، بروح مجمعها حاططها في الداتا وير هاوس، تمام، او في الاو لاب سيستمز، تمام. فالاو لاب بيقول لك ان هو بيستخدم الداتا الايه، الداتا كابشر باي الاو ال تي بي، الداتا اللي هي اللي اتحطت في الاو ال تي بي سيستم، تمام. والاو ال تي بي بيوتوميت البيزنس بروسيس اللي هو بيكون مانج باي ديزيشن سبورتد باي الاو لاب. هو بيوتوميت البيزنس بروسيس اللي هي الديزيشنز اللي خدها المانجر من خلال الاو لاب سيستمز. هو بقى الاو ال تي بي بيوتوميت الايه، البيزنس بروسيس دي، تمام. فهما الاثنين بيعتمدوا على بعض ايه بشكل كبير. طب تمام. طب دلوقتي هنتكلم بقى عن النورماليزيشن ودي نورماليزيشن. النورماليزيشن وبيقول لك هو ميثود ان انت بتجمع الداتا في الداتابيز افيشنتلي، ان انت دلوقتي بتعمل كذا تيبل وتعمل ما بينهم ريليشن، ما بينهم ريليشن شيب، تمام، بين ذيس تيبلز اكوردنج تو سام سيرتن رولز، تمام. وده بتعمله علشان ان انت تقلل الريدندنسي، تمام، ومبقاش عندك انكونسيستنت ديبندنسي، تمام. يعني النورماليزيشن، انا دلوقتي مثلا باجي اعمل اي ار، عندي الاي ار دي دايجرام، تمام. بعد ما عملت الاي ار دايجرام بروح اعمل مابنج علشان اعمل تيبلز بقى، جنريت التيبلز فين في الداتابيز. فجيت مثلا في الاي ار دايجرام عندي انتيتي اسمه ستودنت، تمام، في اتريبيوت مالتي فاليو اللي هو الفون نمبر. عارفين ان هو من قواعد المابنج ان انت لو عندك مالتي فاليو اتريبيوت بتاخده وتحطه في تيبل تاني وتاخد الاي دي بتاع الانتيتي ستودنت او تيبل ستودنت وتخليه فورين كي في الـ في الـ في التيبل بتاع الفون نمبر وتعمل ما بينهم ليش، تمام. بتعمل كده ليه؟ علشان تقلل الريدندنسي وحوار الانكونسيستنت ديبندنس، تمام. فده النورماليزيشن وده بنستخدمه في الداتابيس. طب الدي نورماليزيشن هو عكس النورماليزيشن، تمام. اللي بيقول لك وير النورماليز سكيما از كونفرتد انتو ا سكيما ويتش هاز ريدندنت انفورميشن، the performance is improved by using redundancy and keeping redundant data consistent. يعني ايه بقى؟ هو دلوقتي انا الدي نورماليزيشن بعمله في الداتا وير هاوس، بمسك كل التيبلز دي مثلا. يعني انا دلوقتي عندي تيبل ستودنت وتيبل ستودنت فون نمبر، تيبل ستودنت فون نمبر ده اللي هو فيه الفون نمبر. لا، انا هاخد الستودنت واخد الداتا بتاعت الفون نمبر واحطها في تيبل واحد، هنسميها بعد كده هنعرف الداتا وير هاوس ان هو اسمه دايمنشن، تمام، اسمه ايه دايمنشن. فهخليه في تيبل واحد علشان ان الريدندنسي هيخلي البرفورمانس هيبقى احسن، تمام. فده السبب ان انا بستخدم الدي نورماليزيشن في الايه في الداتا وير هاوس، بحيث ان انا لما جيت عايز بتاع ده عايز اعمل كويري على الدايمنشن هتعمل ايه، البرفورمانس بتاعها هيبقى احسن في الداتا وير هاوس. فبيقول لك ان النورماليزيشن هو تكنيك اوف ديفايدنج الداتا انتو مالتيبل تيبلز تو ريديوس الداتا ريدندنسي اند انكونسيستنسي تو اشيف ايه الداتا انتجريتي، تو اشيف داتا انتجريتي. هو هدف النورماليزيشن ان هو يقلل الريدندنسي والانكونسيستنسي علشان يحقق داتا انتجريتي. طب تمام. الدي نورماليزيشن هو بقى بيجمع الداتا دي لسنجل تيبل عشان يميك الداتا ريتريفال فاستر. وبيقول لك ان النورماليزيشن بيستخدم في الاو ال تي بي سيستم اللي هي الداتابيز، والدي نورماليزيشن بيستخدم في الاولاب سيستم اللي هو
ال data warehouse. تمام، ف normalization بيتحقق فيها data integrity. تمام، اما في denormalization بتبقى صعب ان انت تحقق ال data integrity، يبقى صعب ان انت تحقق ال data integrity. يبقى انت بتعمل ايه في normalization؟ بتقلل redundancy، تمام، بتقلل inconsistency، وبتحقق ال data integrity. اما في ال denormalization انت ما بتعرفش تحقق ال data integrity، بس بتخلي ال performance بيبقى عالي، وان انت تعرف retrieval لل data اصلا، وتعرف تعمل analysis على ال data دي. لما انت تخليهم في table واحد، انت كده هتخلي في مفيش join less join، انت كده مش ال... مش هيبقى كده في head على ال processor، مش هيبقى فيه هيد على البروسيسور ان هو يعمل مثلا، بدل ما هو في تيبل بيعمل جوين مع تيبل، فالعمليه هتبقى اصعب، غير لما يكون الداتا كلها موجوده في مكان واحد. ان انا مثلا داتا الستودنت موجوده في دايمنشن واحد او في تيبل واحد. تمام، فبيقول لك ان redundant داتا is eliminated when normalization is performed. اما الدي نورماليزيشن هو بيزود ال redundant داتا. تمام كده، تمام. فبيقول لك ان normalization بيكتر عدد التيبلز والجوينز، اما الدينورماليزيشن بيقلل عدد التيبلز والجوينز، وان انت تقلل عدد التيبل والجوين ده بتزود فيه البرفورمانس. فبيقول لك ان الديسك سبيس طبعا ويستد ان دينورماليزيشن، ان انت عندك ريدندنسي عاليه جدا. تمام، لانك هتلاقي ممكن نفس الداتا متخزنه في اماكن مختلفه. تمام، غير النورماليزيشن هو اصلا بيعمل بيستخدم النورماليزيشن عشان يقلل حته الايه الريدندنسي. تمام، فبيقول لك ده بقى كده يعني تيبل كده فيه الديفرنس ما بين ال OLTP وال OLAP. فبيقول لك ان ال OLTP بيكري ال day to day business functions، هو الداتابيز بيبقى فيها الحاجات اللي احنا بنعملها كل يوم، الحاجات اللي هي العاديه اللي احنا مثلا دلوقتي عملت اوردر، مش عارف عملت اوردر مثلا، اشتريت حاجه فراح مخزنها في المخزن، فعامل انا في الداتا بيز ان انا زودت الكميه من البرودكتس، الحاجات اللي هي الفانكشنز العاديه اللي هي العاديه اللي احنا بنعملها. اما الاولاب لا، الاولاب انت دلوقتي انت بتروح بيبقى عندك الهيستوريكال داتا دي علشان تسبورت الديسيجن ميكنج. تمام، وتقدم وتعمل انفورميشن ان انت تحول الداتا دي انفورميشن علشان البيزنس يعرف بتاع ده، يحسن من البيزنس بتاعه، المانجر يعرف يحسن من البيزنس بتاعه. فانت بتدي اجابات للبيزنس والمانجمنت كويرز ان انت ازاي هتعرف تهندل البيزنس ده، او ان انت هتعرف تحسن منه. فال او ال تي بي طبعا الداتا سورس اللي هو ترانزاكشن داتا بيز، دلوقتي ترانزاكشن داتا بيز هو ده الداتا سورس اللي هي ال OLTP. اما ال OLAP طبعا الداتا سورس بتاعه الداتا وير هاوس او الداتا مارت، والداتا مارت ده هو جزء من الداتا وير هاوس، يعني الداتا مارت داتا مارت ده يعني داتا وير هاوس على صغير كده. تمام، والداتا مارت ده اللي هو مثلا كانك ان انت ايه شبهها مثلا بان انت الكليه هي الداتا وير هاوس، والاقسام هي الداتا مارت. فالداتا مارت هو بيبقى جزء من الداتا وير هاوس، الداتا مارت هو بيبقى جزء من الداتا وير هاوس، داتا وير هاوس على صغير، يعني مثلا قسم اي اس هو داتا مارت، سي اس داتا مارت، واي اي داتا مارت، واي تي داتا مارت، واللي بقى اللي فيه كل حاجه ده هو الداتا وير هاوس اللي هي الكليه. تمام، بيقول لك في الريبورتنج انت بتعمل روتين او بريودك. تمام، روتين او بريودك ريبورت. تمام، اما الاولاب اد هوك او مالتي دايمنشنال فوكس ريبورتس اند كويريز. تمام، وهنتكلم عن الاد هوك كده. الريسورس ريكويرمنتس ان انت يكون عندك ريليشنال داتابيز، لازم يكون عشان تعرف تعمل او ال تي بي سيستم لازم يكون عندك ريليشنال داتابيز. المالتي بروسيسور ولارج كاباسيتي سبيشاليزد داتابيز ده في الاو لاب. تمام، انت هو الداتا وير هاوس اصلا هو لما تيجي مثلا تعمله على السيكوال هو بيبقى داتابيز، ماشي، بس بيبقى غير الاستراكشر بتاعته غير الاستراكشر بتاعه الداتابيز. يعني انت مثلا الاستراكشر بتاعه الداتابيز بيبقى فيها مابنج مثلا، انت لا انت عندك في الاولاب بيبقى دايمنشنال موديلنج، بيبقى دايمنشنال موديلنج. انت في الداتابيز بيبقى ريليشنال موديلنج، اما في الاولاب بيبقى دايمنشنال موديلنج، بيبقى في حاجه اسمها فاكت تيبل ودايمنشنز وكده يعني. تمام، طبعا الاكسكيوشن سبيد طبعا لو انت عايز تعمل اي كويري على الاو ال تي بي طبعا بتبقى سريعه اكتر على الاو ال تي بي، اما الاولاب بتبقى طبعا ايه سلو. وال
الاولاب اصلا او الداتا وير هاوس انت ما بتعرفش تعمل غير ريد بس، ما بتعرفش ان انت تعدل في الداتا دي او ان انت تعمل رايت، غير الاو ال تي بي او في الداتا بيز عامه انت بتعرف تعمل ريد وبتعرف تعمل رايت، اما في الاولاب او في الداتا وير هاوس انت ما بتعرفش تعمل غير ريد بس. ده طبعا ايفالويشن اوف البيزنس انتليجنس. ده بقى الداتا وير هاوس. الداتا وير هاوس قلنا ان هو بيتكون من كذا حاجه. اول حاجه ان انا بعمل انتجريشن للداتا دي، بيبقى عندي داتا سورسز وبعمل ابدا ان انا اعمل لها انتجريشن، تمام؟ ده اهي الداتا سورسز اهي. بعد كده الداتا سورسز دي ان انا هاخدها واديها على حاجه اسمها اي تي ال بروسيس، ابدا ان انا اخد الداتا دي وبعد كده اعمل لها اكستراكت وبعد كده اعمل لها ترانسفور بعد كده انتجريت، اروح مجمعها في مكان واحد بعد كده اعمل لها لود في الداتا وير هاوس، تمام؟ والداتا وير هاوس بتبقى فيها طبعا ايه الريبليكيشن طبعا كتير، برضو بيبقى فيها حاجه ميتا داتا. الميتا داتا دي هي الداتا اللي بتوصف الداتا اللي موجوده في، يعني هو بيوصف الداتا، بيبقى جدول كده بيوصف الداتا اللي موجوده عندك في الداتا وير هاوس، ايه الداتا دي يعني وكده يعني، تمام؟ زي كتالوج يعني. الداتا وير هاوس زي ما قلنا هي شبهنا الداتا وير هاوس بان هي الكليه، وان الداتا ماركتس هي الاقسام بتاعت الكليه. فبص عندك قسم مثلا ماركتنج، الاوبريشن، الفاينانس، لو الداتا مارت بيبقى جزء من الداتا وير هاوس. فانا خلاص انا بعد ما جمعت الداتا وعملت لها اكستراكت ترانسفورم لود وحطيتها لودنج في الداتا وير هاوس، ابدا ان انا اعمل بقى الداشبورد او اعمل فيجواليزيشن. كان الفيجواليزيشن مثلا الاولاب داشبورد مثلا يبدا ان المانجر ياخد ديزيشن بناء على المعلومات دي، او ده ان انا استخدمه في الداتا مايننج او ان انا اعمل فوركاستنج، تمام؟ او في روتين بزنس ريبورتنج اشوف مثلا ايه. طب دلوقتي احنا هنتكلم عن الاناليتكس، والاناليتكس هي process of developing actionable decisions or recommendation of for action based on insights generated from a historical data. انا دلوقتي بعد ان انا ببقى مجمعت الداتا عندي وعملت لها انتجريشن في مكان واحد زي الداتا وير هاوس، ببدا ان انا اعمل عليها عمليه الاناليسيز علشان احول الداتا دي اعمل لها ترانسفورميشن لانفورميشن او بزنس انسايتس. من خلال الانسايتس دي ان انا باخد بيطلع لي بقى actionable decisions او recommendations، الاكشنز معينه المانجر يقدر ياخدوها عشان يحسنوا البيزنس بتاعته. فبيقول لك ان الاناليتكس هو في الاخر هي العمليه اللي بتخلق او اللي بتعمل actionable decisions او recommendation for action بناء على الانسايتس اللي طلعت ايه من الهيستوريكال ده. طب تمام، عندي كذا نوع من الاناليتكس. عندي descriptive analytics، والdescriptive analytics هو من الاخر بيقول لك هو ايه اللي حصل، ايه اللي حصل دلوقتي، what happened، تمام؟ هو بيحلل البص داتا او الداتا اللي موجوده عنده بص داتا وبيعمل لها summarization، تمام. وده descriptive analytics يعتبر هو جزء من الايه من الداتا وير هاوس، تمام؟ لان انت في الداتا وير هاوس بتبدأ ان انت تفهم الداتا اللي عندك وتعملها summarize علشان وتحول الداتا دي لانفورميشن، يعني تحول الداتا دي لانفورميشن تبدأ ان انت تاخد بناء عليها decision. طب التاني نوع هو البريدكتيف اناليتكس. البريدكتيف اناليتكس ان انا دلوقتي بشوف، هو من الاخر بيبقى عندي داتا، والداتا دي ببدا ان انا اعمل فوركاستنج او ان انا ببريدكت حاجه بناء على الداتا اللي عندي. هو بيقول لك هو ايه اللي هيحصل في الايه في المستقبل، تمام؟ والداتا مايننج قايمه على البريدكتيف اناليتكس دي بشكل كبير. هو من دلوقتي ان انا بيبقى عندي داتا، تمام؟ والداتا دي انا بتنبأ بيها بحاجه معينه، زي مثلا دلوقتي عندي سوبر ماركت. السوبر ماركت ده مثلا عندي عملاء كتير بيشتروا مثلا برودكت A وبرودكت B. معظم العملاء اللي عندي بيشتروا برودكت A وبرودكت B مع بعض، تمام؟ فانا كده اتنبأ ان بتاع ده ان الزبائن الجايه او الكاستمرز اللي جايه لي ان هم هيشتروا برضو المنتجين دول، تمام؟ فده انا كده عملت بريدكت لحاجه معينه بناء على الداتا اللي عندي دي، تمام؟ فده الداتا ماين. فبيقول لك ان هو ان الجول اوف ذيس تكنيكس اللي هو از تو بي ايبل تو بريدكت، يعني بيقول لك مثلا لو الكاستمر مثلا هيحول لكمبيوتر معين، الكاستمر هيشتري ايه، تمام؟ وهيشتري بكام، تمام؟ ايه البروموشنز اللي الكاستمر هيوافق بيها، تمام؟ وده هو بيعرف اللي هيعرف يجاوب على الاسئله دي بناء على ان هو عدات اللي عنده دي، وان هو يعمل بريدكشن، تمام؟ عشان نعرف ان هو يجاوب على الاسئله دي. ما هو لما انت
داتا مايننج هي اللي هتساعده، او البريدكتيف اناليتكس هي اللي هتساعده ان هو يجاوب ايه الاسئله دي. طب البرسبكتيف اناليتكس هو بيقول لك باختصار كده what we should do، تمام، what we should do يعني ايه اللي انا المفروض اعمله. هي بتركز على الفوركاستنج، بتركز وان هي كمان بتدي ديسيشنز او ريكومنديشن ان انا احسن البرفورمانس، يعني هي ان انا احقق اعلى برفورمانس موجود. فبيقول لك ان هي هدفها ان هي توبتمايز الايه البرفورمانس، تمام، وان هي بتبروفايد ديسيشن اور ريكومنديشن فور ا سبيسيفيك اكشن، تمام، والريكومنديشن بتكون في صيغه يس اور نو ديسيشن، يعني تختار يس يا نو فور ا بروبلم، تمام. فده الايه البرسبكتيف اناليتكس. فده كده جدول كده بين الفرق ما بين الديسكريبتيف والبريدكتيف والبرسبكتيف. الديسكريبتيف قلنا وات هابن او وات از هابنينج، ايه اللي بيحصل دلوقتي، ان انا ببدا ان انا احلل الداتا اللي حصلت دلوقتي او الباست داتا، تمام، علشان وده بيعتبر جزء من الداتا وير هاوس عشان اعرف ان انا اعمل داشبوردز والسكور كارد والداتا وير هاوسنج والكلام ده كله، ان انا ابدا ان انا اخد ديزيشنز معينه على الحاجات دي. اما البريدكتيف هي بتعمل فوركاستنج، تمام، وات ويل هابن، واي ويل ات هابن، زي مثلا زي ما قلنا الداتا مايننج. انا مثلا دلوقتي عندي سوبر ماركت، والسوبر ماركت ده مثلا معظم العملاء بيشتروا برودكت A وبرودكت B مع بعض، فبرضه ايه معظم العملاء هيشتروا برضه المنتجين دول، تمام. اما البرسبكتيف هو what should I do or why should I do it، تمام، هو بيركز على ان هو بيعمل فوركاستنج وكمان ان هو بيدي ريكومنديشن وديزيشنز علشان احسن البرفورمانس، تمام. وانت بتقول له يعني مثلا انت بتدي له ديزيشن يا يس يا نو ان انت تعمل الديزيشن ده ولا ما تعملوش، تمام. وده بيساعدنا في الاوبتمايزيشن، تمام، والديزيشن موديلنج والاكسبرت سيستم سيميوليشن، تمام. فده الايه البيزنس اناليتيك. وهنا بقى بيتكلم عن الفرق ما بين الداتا اناليست والداتا ساينس. الداتا اناليست هو اللي بيدوينج البي اي، تمام، هو اللي بيعمل البيزنس انتليجنس في فورم الداتا كومبايليشن وكلينينج وريبورتنج وسام فيجواليزيشن، يعني هو من الاخر هو اللي بيجمع الداتا، تمام، بيعمل لها انتجريشن، وبعد كده بقى بيعمل لها انتجريشن بيعمل بقى كلينينج للداتا دي، تمام، ونبدا ان هو يعمل بقى ده يطلع بقى ساوند فيجواليزيشن زي الداشبورد وكده. فهو السكيلز بتاعته بتكون ايه اكسل شويه سيكوال نوليدج، تمام، وهو بيبقى قايم على النوع اللي هو الديسكريبتيف اناليتكس، تمام، هو بيبقى شغال على النوع اللي هو الديسكريبتيف اناليتكس، يعني هو بيبقى عنده داتا والداتا دي بيبدا يحللها او يبدا ان هو يفهم الداتا دي علشان يحولها للانفورميشن ويظهرها في شكل داشبورد وكده يعني، تمام. فده الداتا اناليست. اما الداتا ساينتست لا بقى، هو الداتا ساينتست هو اللي بيبقى مسؤول على البريدكتيف اناليسيس، اللي هو انا بيبقى عندي داتا وابدا اعمل فوركاستنج بناء على الداتا اللي عندي دي، تمام. هو بيبقى عنده مهارات، بيبقى ان هو مور ادفانسد اناليتكس تولز، وبيبقى فاهم الجوريزم وكمان ستاتستيكال اناليسيس وكده، ولازم برضو يكون عنده معرفه اكتر بالالجوريزم والداتا مايننج وبرضو بروجرامينج نولج، تمام، ان هو بيعمل فوركاستنج، تمام، بيبقى اصعب دور، بيبقى اصعب اكتر من الداتا اناليسيس. الداتا اناليسيس انت عندك داتا معينه وخلاص انت بتحللها بس، اللي مثلا توتال سيلز مثلا في اخر 10 سنين كانت مثلا مليون جنيه، مش عارف برودكت مثلا ايه حقق لي، هو اللي حقق لي اكتر مبيعات كده يعني. اما الداتا ساينتست لا، هو بيعمل بقى فوركاستنج، ولازم تكون برضو ان هو بيتنبأ بشكل ايه، يعني يكون برضو التنبؤ بشكل صحيح برضو او قريب من الصحيح، تمام. فده الايه الفرق ما بين الداتا اناليست والداتا ساينتست. فبيقول لك ان الداتا اناليست بيبقى عارف فاونديشنال ماس اند ستاتكس، وكمان بيبقى يعني البروجرام برضو بيبقى حاجات بيزك، زي مثلا يكون عارف البيزك في لغه الار او بايثون او سيكوال، كمان بيستخدم الاكسل الحاجات اللي هي يعني البسيطه دي، تمام. والسكيلز بتاعته ان هو يعمل داتا فيجواليزيشن، تمام، او اناليتيكال ايه ثينكينج. اما الداتا ساينتست لا بقى، لازم يكون بقى عارف بقى بريدكتيف اناليتكس، عنده ادفانسد ستاتكس، عنده ادفانسد اوبجكت اورينتد، وعارف هدوب وماي سيكوال، فطبعا كل ده بيج داتا. وكمان برضو يكون عارف برضو لازم بر ممكن برضو يكون عارف ماشين ليرنينج وايه
وداتا موديلنج. وكده احنا الحمد لله كده خلصنا ليكتشر 2، اتمنى تكون عجبتكم ان شاء الله.